بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يوم عاشوراء. On the day of Ashura, after Fajr prayer and sunrise, one should offer 2 rakats prayer. In every rakat after Surah Fatiha, he or she should recite any surah, and after saying salam, recite the following dua Ashura. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. يا قبيل توبتي آدم يوم آشورا. يا فريج كرب زينوني يوم آشورا. يا جميع شملي يعقوب يوم آشورا. يا سميع دعوتي موسى وهارون يوم آشورا. يا مغيسا إبراهيم من النار يوم آشورا. يا رفيع إدريس إلى السماء يوم آشورا. يا مجيب دعوتي صالح في ناقاتي يوم آشورا. يا نصير سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم آشورا. يا رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقصي حاجتنا في الدنيا والآخرة والآت أمرنا في أطاعتك ومحبتك ورزاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بإذ الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجاده وبانه فرج أنا ما نحن في آمين. Then the following should be said 7 times. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزق وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفي والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد زارات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. آمين.